روج المنتدى الاقتصادي العالمي عبر منصته الرقمية لبرنامج نوفي وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة، حيث أكدت وزارة التعاون الدولي على أهمية الشراكة والتعاون الدولي في تحقيق التحول الأخضر. كما تسعى شبكة حشد لاستثمار الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي إلى جمع 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة. وأعلنت مصر عن إطلاق برنامج نوفي خلال مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.